استغفر الله. ما ادري الولد هذا جات عين ولا ايش، بدايه السفر متحمس ويرقص وحماس وما ادري ايش. اول ما سكرت سناب الربع ديك اللي نزلتها رقد يا شباب رقد. صراحه تقييم للسفره 2/10، 1/10 بعد. يلا برا اسمع، انا اول مني انا مني اول، انا ما في اقول انا اول، انا كبيره انت في كبير. برا غفت. انا متربي هنا، ما راح اقول متربي باللحم ولا بالديره. متربي هنا، متربي ايه ابو المثلث. برا ما متحرك، والله ما متحرك برا. انت يلا ايش تبي انت؟ ابغى غرفه النوم. شنو ابغى غرفه النوم؟ خير ان شاء الله. بقول لك ابغى غرفه النوم. اي غرفه نوم؟ اللي هناك. انا دي كلاس، ارقد كراسي زي كذا. هذه ما هي كراسي، ثلاثه سره قصدي، ضمهم مع بعض وخلاص. ابغى غرفه النوم، ابغى السرير الداهيه ذاك. بس اكلمهم، ما انا متحرك. كم السقف؟ اي خصيه؟ ايش الخصيه اللي عندك؟ انا بقول يا اخي ما ابغى حياتك مكشوفه للناس. اي خصيه عندك؟ لو سمحت كلمهم يطلعون بالطيب ولا قصدي. عرفت ليش؟ تبي تسوي النطه من اول عاد. يا شباب يلا، يا شباب لو سمحتوا قوموا، خلهم يطلعون برا. لو سمحتوا احترموني واعطوني. ترى انا ما بطلع من ذي الغرفه، ترى لو طلعت بطلع بشري. يقول اذا ما هذا بيطلع بشري. اي شر فيه؟ انا لو طلعت من الغرفه هذه جيتهم بطلع بشري والله. يا جماعه مشكله، اثنين معضلين. معضمين؟ يا ولد. ما راح ارقد. ايش فيك انت؟ ماني راقد لغرفة النوم. ترى كلها غرفة نوم. كلها. ما احنا جايين ننام. حسين تكفى، انا انام بسرير ابو نفر؟ بالعقل. انت تنام بسرير ابو نفر؟ طبيعي. طيب انت شوف وزنك كم؟ شوف كيف؟ وش؟ اذا نتكلم عن الوزن، او وزن معك واحد معضل. الوزن وزن افعالنا، مو وزن جسم. يرقدون هنا، اوكي صح. انه زمان اللي مثقل. لو سمحت صح اني انا زمان كنت ارقد على فرش في الارض. خلاص الحين اقردهم. انا اوريك. اتفقت معاك. سلام. مدير انا عادي اطرد اثنين؟ ها؟ ابغى يطرد واحد هنا. فاير. ايش فاير؟ طيب ابغى اطرد هذا اثنين. يرقد غرفة نوم، انا ما يبغى يرقد غرفة نوم هو. هذا تو بيرسون اوت ان ذا يس. وير از شكوى؟ ايش؟ اوكي شباب ما في مشكلة، انا زمان كنت ارقد على فرشة حمر وفي اسفنجة كذا طالعة من الجنب، بس عادي هي احلى نوم على الاسفنجة هذا، بس الواحد حلو ابغى اشوف نفسي. لكن الظاهر ان احلى نوم راح تكون على الكنبة هذه. ايوه وترى عادي، انا امزح قبل شوي، الشباب عادي ياخذون راحتهم يرقدون في غرفة النوم عادي والله، والدعوة كلها مزوح. ما نشوفهم يمكن. المهم جينا تعبانين والله وبنرقد. شكرا على تواصلكم وتطمنون علينا. ها وصلتوا ما وصلتوا؟ لب قلوبكم صدق، لا خلا ولا عدم. يا اخوان لكم تتخيلون كمية التعب اللي انا حاس فيها والشباب حاسين فيها؟ لا اله الا الله. مسكنا خط، يعني تخيلوا جاي من الرياض، ما مداني اوصل جدة اريح 5-10 دقائق اللي على طول مسكنا خط من جدة على ابها. يعني تخيل من الرياض لجدة من ابها، فاتوقع النوم اللي انا بنام يعني برقدها. اتمنى حتى باقات STC ما يرسلوا رسالة نصية، اتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ما ادري مساء الخير، ما اعرف ايش التوقيت الحين. الزبدة صحينا قلنا نطلع نروح نتعشى، بس تكفون يا الربع الجو يعني تخيلوا صحيت على مطر. تشوفون يا سلام، الدنيا كانت مطر والجو كذا مغيب. يا ربع الاجواء اوروبيه بس موجوده عندنا شباب، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كذا الحين طالعين بس نتعشى ونتقهوى ونتمشى، هذا ان شاء الله في وقت. يعني ما شاء الله اليوم جتنا غيبوبه يا ربع. لا اله الا هو. طبعا من قلب الجنوب احسين رسميا. الجو حلو. الجو يا ربع. توريهم صورتي قبل 10 سنين وانا في السود. 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 السود.
زياده. ايوه شعري كذا يا حسين. الى هنا والله حسين بجده. ايش صار لك بجده؟ ها انشويت؟ شوف هنا الجو كيف. يا سلام حسين تتروش تطمن ما تتروش اليوم الثاني. لا لا تتروش تنزل مرة ثانية. هذه صورتي قبل 10 سنين طبعا هنا كانت الخلفية بس ما ادري ايش صار. شوف شوف مالديني هذا اخر وجه شافوك في ابها 2000 وكم؟ اهلا ابها شافوك هذا بوجهك؟ ايوه 2013. لا لا يا مرحبا ترحيبة كلها تراب في وجه من يشناك ولا انت محشوم يا ابو منصور؟ ايوه دحين سبيتني ولا مدحتني؟ لا في وجه يشناك يعني. وش يعني يشناك هذا؟ يعني اقلطه اقلطه. لا تخاف التغير قلت ويلش فهم التغيار لمانية أما تغير قالت قبل تبلش إحساسية قلت بلش فهبنادم طال عمرها عمرها تقصير لا تبلش القلب يحبك.